السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. أنا بدي أبعت رسالة اليوم لكل المشتركين اللي عندي بالقناة، وبدي أعتذر منكم على شيء أنا اقترحت أنه أنا نزل قنوات عندي بفيديوهات على القناة، فيديوهات إعلانية لكل القنوات المشتركين عندي بالقناة، تمام؟ هذا الاقتراح مظبوط، أنا اللي اقترحته مو انتو اللي اقترحتوا، انا اللي اقترحته. وبصراحة انا كتير متشجع له كنت، وكنت يعني بدي نزل كل يومين ثلاثة فيديو عن القنوات اللي بتعطيني اذن انه نزل مقاطع من قنواتها عندي بالقناة، تمام؟ ف الموضوع اللي صار، شو الموضوع اللي صار؟ انتو شفتوا الفيديو اللي نزلته انا وحاطت فيه كنت قنوات عندي بهذا الفيديو، وكنت عامل فيديو ظريف مثل ما شفتوه انتو دعاية للقنوات يلي اخذت اذن منه انه نزل عندي هذا الفيديو بالقناة، تمام؟ بس يا جماعة بصراحة انا يلي اكتشفته بعد ما نزلت هذا الفيديو عندي على القناة، اكتشفت انه شركة اليوتيوب ما بتسمح بهذا الشيء. بتقلك شركة اليوتيوب اوكي نزلوا الفيديو علني ما عندك اي مشكلة، بس شركة اليوتيوب ما بتسمح بهذا الشيء. ليش وكيف اكتشفت هذا الشيء؟ وتنزلنا الفيديو، انا قلت بالفيديو انه يا جماعة كل مين بيشوف هذا الفيديو يشترك عند الثاني ويقول له تم، مشان اللي فات لعنده واشترك عنده يرجع يشترك عند الثاني، تمام؟ سوينا كلياتنا نفس الطريقة هاي، مظبوط؟ مظبوط، لحد الآن الكلام مظبوط. جابت نتيجة كتير حلوة، اشتركوا القنوات، كل القنوات اللي فاتت اشتركت عند القنوات الثانية، وصار في تبادل اشتراكات والامور صارت كلها بتمام. وعلى 24 ناموا الجماعة، كان القناة عندهم يا عين نازل فيها مشتركين جداد وعم يزيدوا أمورهم بخير. فزينا تاني يوم لقينا منتفاجأ أن المشتركين ناقص 10-12 مشترك، يعني المشتركين يلي اشتركوا عند بعضهم، تمام؟ كل هالناس يشتركوا عند بعضهم، شركة يوتيوب لغت الاشتراكات، تمام؟ هذا دليل على أنه شركة اليوتيوب ما بترضى هذا الشيء، تمام؟ في رقابة على هذا الموضوع، انه كل مين بيعمل هالحركة هاي بفوتوا بيشتركوا الناس عند بعضهم، هاي شركة اليوتيوب طلعت ما بتفضلها. بالاضافة انه بصراحة هذا الفيديو اثر على قناتي، تمام؟ كيف يعني اثر على قناتي؟ انا صار يعني كان القناة بفضل رب العالمين عم تطلع وتزيد كل يومين ثلاثة، عم تزيد تزيد تزيد. هلأ من وقت ما نزلت الفيديو لغاية الان المشتركين عندي عم يفوتوا يشتركوا بالقناة، بعد يومين عم برجع لاقيهم رايحين من عندي. فهي شغلة بصراحة بتوتر وبتنرفز. يعني انا والله ما عندي مشكلة، كنت ناوي وماشي فيه للموضوع انه نزل فيديوهات لكل الاقنية اللي بتعطيني اذن انه نزل الفيديو عندي بالقناة. انا ما بدي الناس تقول انه كذب علينا، انا اقسم بالله العظيم انه انا كنت ماشي فيه للموضوع وراح ابلش يعني انه طوره اكتر واكتر، تمام؟ بس والله العظيم هذا اللي صار، يعني شوفت عينكم انتو شو اللي صار وشو اللي جرى، ومتشجع لهذا الموضوع. يعني هذا موضوع خير وندعم بعضنا كلياتنا، بس والله يا جماعة الخير هذا اللي صار. واتمنى منكم انه ما حدا يزعل مني انه انا ما رح انزل القنوات بالفيديوهات الثانية. ليش؟ لان هذا الشيء لا رح يفيدكم ولا رح يفيدني، تمام؟ يعني انا لو يعني انا والله العظيم، والله شاهد على كلامي، لو انا عم نزل الفيديو، تمام، والقنوات اللي عم نزلها بالفيديو عم يستفادوا وانا ما عم استفاد، والله العظيم انه ما عندي مشكلة. بس الفكرة انه لا انتوا رح تستفادوا ولا انا رح استفاد، لانه شركة اليوتيوب طلعت عندها مشكلة بهذا الموضوع وكل الناس شافت. يعني اذا بامكانكم تفوتوا على الفيديو تشوفوا التعليقات، كل الناس قالت لي انه فزوا تاني يوم لقوا المشتركين رايحين، يلي راي من عنده 12 مشترك، يلي راي من عنده 15 مشترك، يلي راي من عنده 20 مشترك. يعني القصة بصراحة ما جابت نتيجة للأسف، بس انا كان والله حابب اني يعني اعمل شغلة منيحة وندعم بعضنا كلياتنا، بس للأسف ما زبط الموضوع. فأنا نزلت هذا الفيديو مشان أشرح لكم ليش أنا ما رح أنزل فيديوهات تانية عن الإعلانات، لأنه ما رح نستفاد لا نحن ولا أنت، تمام؟ فأنا بعتذر منكم، وإن شاء الله ربي بيعوضكم بيعوضنا، وإن شاء الله كل اللي عم يسمعني هلأ بيوصل إن شاء الله للملايين، مو للمليون، للملايين، تمام؟ بتشكركم لحسن المتابعة، وبرجع بقول لكم سامحوني، الشغلة مو بإيدي، مثل ما انتم شفتوا واللي صار كلياتنا صار معنا هذا الشيء، تمام؟ بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.